مرشي مرشي يا حلوين، رجعنا بحكاية أريا القسم 13 والملخص أسطوري جدا. لو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم تشوفوهم، والرابط بأول تعليق. وقبل ما نبدأ هالمرة حابين نتشكر صديقتنا مون اللذيذة اللي مشتركة بالعضوية عنا، ولا تنسوا انتو كمان فيكم تشتركوا بالعضوية وتدعمونا بشكل بسيط. خلونا نعمل جروب ونكون في كلنا ونحكي مع بعض. يلا هلا صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وليتس جو. وبيبلشوا الخدم يشكوا لأريا عن تعبهم ووقاحة الضيوف اللي عم بيبالغوا بطلباتهم وبأكلهم وبكل هالأمور، وكمان صار الموضوع متعب كتير. فبتقوم أريا بتتدخل وبتقولهم رح أحل كل شي بالمال، أهم شي لا تتعبوا، وكله طبعا من فلوس الكونت، وبتخليهم يصيروا يصرفوا فلوسهم متاجرها لا تربح أكثر وتفلس عائلة روسانت. وبنعرف إنه بياس إجا للإمبراطورية لحتى يدور على حبيبة كلوي السابقة، وقال له فيكا إنه أريا بتشبه كلوي كتير وشكله هي بنت كلوي. بالمناسبة بياس والد كلوي الحقيقي، وبيقول فيكا إنه متحمس كتير لما ينكشف للكل إنه أريا طلعت من عائلة نبيلة ومو مجرد بنت من العامة. شكله يا شباب بلشنا نفهم الخطة. يوصل فيكا مع بياس لبيت عائلة روسانت وبيقابلوا أم أريا وبيحكوا إنهم جايين لحتى يسلموا على الكونت، بينما بيحكي بياس إنه واثق إنه اللي قدامه هي حبيبة ابنه كلوي. وبنعرف إنه كلوي ندم كتير إنه ترك أم أريا وحس إنه هيك خانها وتخلى عنها. عكل حال بيفوت فيكا وبياس لعند روسانت وبيقول له بياس انت ساعدتني بالماضي بموقف بسيط وحبيت اتذكرك واطمن عليك. عكل حال تمدح ام اريا زوجها وبتقول له طلعت كمان بتقدم مساعدات للتانيين، يا ريت كان مثلك. فبيكتئب انه ابنه بيغزي وبيطلب فيكا منهم ياكلوا عندهم لانهم جوعانين. وايه الوقاحة دي؟ فبيحكي له بياس شو مالك عم تطلب أكل؟ مو جينا نشوف أريا؟ فبيحكي له عرفت إنه جدولها مستحم فحاولت أستغل الوقت لنضل فترة أطول على أمل نشوفها. وبعد شوي بتوصل أريا وبترحب فيهم وبتسأل فيكا شو اللي جابك لهون؟ فبيخبرها إنه إجا يطمن على الكونت، فما بتصدقه لأنه يمكن شاف أبوها مرة واحدة. أما بياس فبيتأكد إنها بنت ابنه كلوي لأنها نسخة عنه. وأخيرا شفنا وجه كلوي الوسيم، ولكن أريا تنزعج منهم وما بتصدق وصولهم وبتحس إنه بياس اطلع فيها كتير وبتقرف مو عارفة إنها حفيدته. وبيروح بعدها فيكا وبياس لعند آيز، وبيعرف آيز إنه بياس إجا ليتأكد إذا أريا بنت كلوي أو لا. وبيقول له بياس استغربت إنك لاحظت وعرفت الموضوع. فبيحكي آيز مو أنا اللي لاحظت وإنما فري أخته. وبيسأله بياس طيب كيف حالها؟ فري بتكون أخ كلوي من نفس الأم وغير أب، وبيطمن على حالتها وإنها بخير. وبيحكي له آيز إنه شاك بالموضوع بس ما لقي أي معلومات عن كلوي غير إنه ابن بياس. وبيحكي له إنه كتير فرح لما شاف إيبل أم أريا، وإنه كلوي تدمر لما انطرد من العيلة المالكة وراح يسوح بالطرقات، ووقت التقى بإيبل وحس بالحب، ولكن تم طرده من كل الإمبراطورية بعد وقت قصير وما قدر يرجع يقابلها أبدا. وبيقول إنه للأسف إيبل صارت عندها عيلة ويمكن ما يقدر يرجعها لابنه، بس هو سعيد كتير إنه اكتشف إنه عنده حفيدة وبده ياخدها لعند كلوي. فبيعصب آيس كتير وبيحكي له نعم تاخد مين؟ فبيحكي بيست سمعت إنه الكل عم يتنمر عليها هون لأنهم بيفكروها من العامة، لهيك بدي أخدها لعندي ويتم معاملتها بشكل بيليق فيها. وبيتخانق هو وآيس عليها، ولهيك من صباحية الله تاني يوم بيروح آيس يقابل أريا وبيسألها شو بتعملي لو ظهر والدك الحقيقي وإجا لياخدك؟ فبتحكي له عن جد هالسؤال من الصبح. فبيحكي لها آسف مشتاق لك بس برضه خطر لي أسألك إياه لأنك هتبلغي عن قريب وخايف حدا مثله ياخدك مني. فبتنعجب أريا بلطافته وبتقول له ما رح أروح معه رح أرفض لأنه ما كان موجود بعز حاجتي لإله. فبيسألها آيس يعني حتضلي على نفس الحوار حتى لو عنده سبب كبير منعه يجي لك؟
فبتحكي له نعم وبتقوله مستحيل أزعلك وأروح أصلا وأنا كمان بستقلك، فبيفرح كتير وبيقولها إنه رح يعزمها على أفخم عشاء، وبيحكي لبياس يا حرام رح ترجع لحالك، فبيقوله تمام بس بدي منك طلب تخبر آريا بطريقتك عن كل شي بيخص والدها، بينما بيبعتوا رسالة لأي والأم آريا يخبروها إنه في مشكلة بالقصر، وبترجع بسرعة تخوف عندهم، وهناك بتقابل آيس وبياس اللي بيحكولها إنه في موضوع مهم بدهم يحكوا معها. المهم تقعد أم آريا مع آيس وبياس وبخوف تسألهم عن أي مشاكل عم يحكوا، فبيعتذر آيس وبيقولها إنه كذب وكتب مشاكل بس لأنه بده يشوفها بسرعة، فبتحس بالأمان لأنها التانية عم تسرق شوية ممتلكات من الكونت لإلها، وبترجع تسأل مين بيكون هاد، فبيحكي لها أنا والد كلوي، ومع إنه أم آريا تذكرت منيح مين بيكون كلوي إلا إنها أنكرت وحكت له ما بعرف حدا بهالاسم، فبيحكي لها يمكن لأنك قابلتي قبل 17 سنة، فبتحكي له إذا ليش جاي تنبش بالماضي، الماضي انتهى من زمان وأنا الكونتسة هلأ ومو أي حدا، وبتفكره جاي يهددها، وبيقولها إنه آريا هي حفيدتي، فبتسأله شو بدك منها وبتكون عم بتخانقه، وبتتذكر كلوي لما وعدها إنه يرجع لها أكيد ليعيشوا كعائلة سوا، ولكن أم آريا منزعجة كثير من إنسان تركها 17 سنة، وبتقول له ابنك طلع كذاب مثله مثل غيره هرب وتركني مع بنتي. طبعا للعلم أم آريا ما بتعرف إنه كلوي إنسان نبيل، يعني ما بتعطي فرصة أصلا ليشرح، فبيحكي لها آيس هدي شوي حماتي لأخبرك عنه، هذا هو الماركيز بيست من مملكة كروا وابنه كلوي وكان يبحث عنك من زمان، فبتتفاجأ وبيحكي لها بيست آسف إنه ما عرفتك عن حالي بشكل جيد، بس حبيت أخبرك إنه ابني دور عنك بكل مكان، لكن بعد الأحداث اللي صارت بين كروا والإمبراطورية صار البحث أصعب بكتير، بعرف إنه صار عندك عيلة ويمكن ما إلك نية ترجعي له، بس حبيت تعرفي الحقيقة، فبتحكي له استنى شوي، يعني قصدك إنه آريا وريثة الماركيز ومو مجرد بنت من عيلة عادية، فبيحكي لها نظرا للشبه الكبير بابني فهالشي صحيح، وبتطلب منه يتأكد من الموضوع، ولهيك بيروح آيس يتأكد من الموضوع، بتكون آريا أصلا برا واقفة ومشتاقيت له، وفجأة بتلاقي ظهر وبيطلب منها يتمشوا سوا، بيقولها بدي آخدك لبحيرة الإمبراطورية، وفجأة بتصير معه هناك وبتحسه مكان جميل كتير وبتنبهر فيه، وبنعرف إنه بياس قال له إذا هي بنت كلوي يعني حفيدة فيولت مارتي اللي شربت من المياه المقدسة فرح نقدر نعرف بسهولة، وبيقولها آيس هالمي هاي بيحكوا إنها ظهرت بعد موت أول إمبراطور وإنه إلها قدرات خاصة تتوارثها الأجيال، وبيطلب منها تلمس المي، ولما تلمس المي بإيدها بيضوي خاتمها، وبيعرف آيس إنه آريا تحمل دماء ملكية وهي فعلا بنت كلوي. طبعا بتحس آريا إنه آيس سارح وشارد وبتحسه مخبي شي عنها، وبتسأله طيب شو استفدنا هلأ من لمسها، رح أصير سعيدة هلأ ولا شو، ومع إنها متأكدة إنه آيس مخبي عنها شي بتقرر توثق فيه وما تسأله لأنها عارف إنه مستحيل يضرها، ولكن بتضل تفكر بالموضوع شو بده آيس وبشو صفن، وبتحس إنه كان يطلع على خاتمها، وبتتذكر كلامه بإنه بيضوي لما حدا يستخدم قوة خاصة بس من العيلة المالكة، تنصدم هل هي بتمتلك دماء ملكية؟ أكيد لا، إذن هل الساعة بتنتمي للعيلة الحاكمة؟ لهيك آيس شك بشي وكان يبحث عن الموضوع، وبتحس إنه آيس شك بإنه عندها قدرة خاصة واستنى منها تحكي له عن حالها مثل ما هي عم تنتظره يخبرها عن كل هالأمور الغريبة، وبتحس إنهم لازم يحكوا مع بعض وبتقرر تخبره بكل شي، وبعد بكم يوم بتروح تطلب من كان تضيف وتزيد شوية ناس على قائمة المدعوين، بيفرح كان إنه آريا إجت بنفسها لتقول له هالأمور وفكر إنها محترمته بزيادة لأنه هو الكونت القادم، بينما المي عم تسري من تحته وهو محاسس إنه كل الممتلكات عم تنسرق منه، وبتقول إنها متحمسة كتير لانتقامها منه لأنه هو اللي قطع رأسها بالحياة السابقة، وبتصرف آريا كتير فلوس منه بحفلة عيد ميلادها وبتكون كيوت كتير، بيجوا ضيوف كان أكثر ناس مصرفين بالعالم يعايدوها
كمان بياكلوا أضعاف البشر العاديين، وبتلاقي في واحد متكبر مو عاجبه وجود ناس من العامة بالحفلة، بيسمعهم كلام، فبتحكي له أريا أنت مين أصلا عزمك؟ أنا ما عزمتك، فبيحكي لها عزمني كان، ولازم تحترمي إنه اسمك الأخير روسانت وما تعملي أشياء بتقلل من سمعتهم، فبتحاول أريا تهدي أعصابها وبتقول له ماشي آسفة، أهلا فيكم بما أنكم ضيوف أخوي، وبتقول لهم تفضلوا للقاعة. فبيحكي لها أكيد رح نفوت مو مستنيين عزيمتك، ليش في حدا بيعمل حفلة برا بالحديقة غير العاميين والسوفاج مثلك؟ وفجأة بيروحوا جيسي وأني يوقفوهم، وبتقولهم أريا بما أنكم ضيوف أخوي لازم تروحوا تحضروا حفلته ومو حفلتي، ليك روحوا دوروا عليه وهيني جبت لكم عربات لتنقلعوا من هون. بيعصبوا كتير وبيحكوا لها إنها دمرت شرف الكونت، بينما هي بتقول ماميلي مسحت فيهم الأرض، وبيكيفوا العاميين عليها. وفجأة توصل سارة وبتقولها شو اللي شفته من شوي، فبتخاف أريا تكرهها من تصرفها، ولكن سارة بتقولها فخورة كتير فيكي إنك ربيتيهم مثل هيك، وبتقدم لها هدية عملت لها إياها بنفسها، وبتقولها إنها كتير مبسوطة إنها صارت معلمة بفضلها. وما بتطول سارة وبتغادر، وبتحس أريا إنها مبسوطة لإلهم، لأنه بس تسقط عيلة آيزز راح تكون سارة وزوجها أقوى عيلة بعد العيلة المالكة. ولكن بيتفاجئوا جيسي وآني إنه آيز ما إجا لهلأ، وبتنحرق آريا من تصرفه مع إنه خبرها إنه راح يكون مشغول هالفترة، وحاولت تتجاهل الموضوع إلا إنها مو قادرة تستمتع بأي شي لأنه لهلأ ما إجا، ومو حابة إنه مو موجود خصوصا إنها كانت راح تخبره اليوم بكل شي. وفجأة يوصل آيز مع ثلاث عربات وبيقولها آسف إني تأخرت بس ما عرفت شو أجبلك هدية، فجبتلك كل هدول وجيت. وبتحس آريا بسعادة كبيرة وبتقول لو تأخر شوي كان ظهرت شخصيتي الحقيقية للكل. عكل حال بتقترب منه وبتقوله في موضوع بدي أحكي معك فيه ممكن ترافقني، وبيقبل آيز وبيقولها بس للتوضيح شو ما كان اللي رح تحكي ما بيهمني وبتهميني انتي وبس، ورح أبقى معك بكل الأحوال. وبتكون آريا حاسة بشوية خوف وهي رايحة معه للغرفة، وبتتسأل إذا كان هاد قرار صحيح لتعمله، وبتسترجع كل شي عملته وقديش اجتهدت لتجمع كل المعلومات وتستغل كل الفرص لتحقق انتقامها. بس للأسف بالنسبة لإلها إنه كل شي صار كان بسبب الساعة الرملية، لايك خايفة تخبر آيس بالحقيقة لأنه كل عمره كان منبهر فيها وبذكائها. وبتبلش تتنهد وتحضر حالها لتخبره، وبتقوله اسمعني يمكن بعد هالكلام يخيب أملك فيه. فبيحكي لها لو شو ما صار ما رح أتأثر ولا تتغير وجهة نظري عنك، وبتقوله عندي قدرة خاصة مثلك تماما الساعة الرملية، بقدر أرجع الزمن 5 دقايق لما أقلبها بس بعدها بتعب وبنام كتير. فبيعرف آيز إنه ما كان غلطان لما شاف خاتمها بيضوي، وبيقولها آسف أنا بس شكيت بالموضوع وما سألت أكتر، كان لازم أستفسر منك. فبتقوله الحق علي إنه ما خبرتك، وبيبتسموا الاثنين لبعض، وبيقول إنه قرأ بكتاب عن القدرات الخاصة وإنه يمكن بتعب كتير لأنه هي قدرتها صعبة. فبتقوله بس بدي أفهم كيف أنا قدرت أحصل على هاي القوة وأنا مو من العيلة الملكية. فبيعرف إنه أم آريا لهلأ ما حكت لها، وبيقرر يحترم هالشي وبيقولها يمكن شربتي من المي المقدسة وصدفت معك، وبيسألها هل ممكن إنك ندمتي على شي بشدة وكنت بخطر كتير لدرجة تمنيتي ترجعي بالزمن؟ لأنه القدرات بتنعطى على حسب أمنيات الشخص، مثلا أنا ظهرت قوتي لما هربت من المغتالين. فبتفهم آريا إنه هالقدرة إجت بسبب رغبتها ومو هدية لفرصة تانية، وبتقوله صح ندمت مرة درجة كانت خطر على حياتي. فبيعصب آيس كتير وبيسألها مين السبب وأحكي لي هلأ. فبتقوله عادي بس لازم أعترف لك إني مو بس رجعت بالزمن 5 دقايق، وبتخبره بكل شي عنها وعن حياتها السابقة وما بعرف شو، وبتقوله هيك تقريبا لو حنحسب عمري السابق والحالي فأنا أكبر منك 10 سنين، وبتقعد تعتذر له إنها طلعت كذابة ومو مثل ما توقع. فبيقولها أنت كتير متواضعة، لو كانت هالساعة إيد أي حدا تاني
ما كان عمل هيك أبدا، وأنتي مبدعة، وأنتي صاحبة الساعة اللي بتتحكمي فيها مثل قدرتي، فأوعك تفكري إنه مشاعري راح تتغير اتجاهك. وبيقولها فرحت إنه عمرك أكبر من 20، وبتطمن آريا كتير، وبيحكي لها بدي أسمع كل شي صار معك بحياتك السابقة وليش وكيف. فبتحكي له راح أخبرك بحياتي كشريرة. وبيوصل لوهان وميلي لعند آيزز، وبيعتذر منها على حالة جنوده وقد ايه صرف فلوس منهم، وبيقولها انه جاب تعويضات كتيرة لإلهم. وبيحكي لها آسف، راجعت الرسائل بيننا واكتشفت انه فعلا حكينا رح نتزوج قبل. وبيحكي لها بكرة بدي نهجم على القصر الامبراطوري. فبتخاف آيزس من قراراته المفاجئة، وفجأة بيظهر كلوي من العربة وبيقول للوهان انا بدي اغادر قبلك. واول ما يشوفوه آيزس واوسكار بينصدموا لأنه نسخة عن آريا، وبيسحبوا ميلي للغرفة وبيسألوها مين هاد. فبتحكي ما بعرف، ركب معنا بنص الطريق وهو وريتشي عالب كروة وشكله عنده مصالح هون. وبيحسوا بالخوف، بينما ميلي معجبة تماما بلوهان لدرجة ما بتعبر أوسكار حتى. وبيحس أوسكار إنه في شي غلط بخطة لوهان، وكأنه كتير مستعجل، وإنه طلب وثائق كل النبلاء المتضامنين معهم وأملاكهم ليراجعهم. فبتعصب آيزس وبتقول له شو بدك أعمل هلأ؟ أروح أستنجد بولي العهد وأحكي له كروا رح يهاجمونا بكرة ويحتلونا، وسوري كنت بخطط معهم لهالشي بس حيخونوني. وبتقول له تربيت لأكون قوية، لا أقدر أوصل لهون، بس أنا هلأ عارف إنه لوهان ما رح يتزوجني، بس مع هيك فيك تكون الضوء بما إني رح أخسر ثقة النبلاء فيه، وبالعهد اللي بيني وبين لوهان رح تتم حمايتنا فلا تقلق. وهلأ بدي أروح أستمتع بعشائي الأخير قبل الدمار. وبيعتذر أوسكار منها على ضعفه أمام آريا، فأخيرا بتقرر تروح تحكي مع آريا وبتسألها شو حيكون شعورك لو عندك أب. فبتقولها آريا واو، لحقتي تحبي حدا جديد بسرعة. فبتحكي لها قصدي والدك الحقيقي. فبتقول آريا I don't care، وبتسألها يعني في حدا طلع عم يدعي انه والدي وبده مال او منصب؟ فبتتوتر ام اريا وبتقولها لا مجرد سؤال. فبتحكي لها اريا انت اعملي اللي بتحبيه، لو لسه بتحبي والدي الحقيقي عادي فيك تكوني معه حتى لو انا مو مهتمة فيه. وبيوصل ايز لا ياخدها بموعد، وبتقول اريا انه اخيرا صار عندها الشخص اللي بينسيها كل شي بحبه. وبنعرف انه ايز بعد ما سمع كلام اريا حبها أكتر وعصب وغضب أكتر من ميلي وكان وكل اللي تنمروا عليها، لهيك حب آريا ازداد أضعاف لإله. ولما بيوصلوا المطعم بوم بيلاقوا لوهان مع آيزس على العشاء، وبيناديهم لوهان وبيحكوا لهم تعالوا اقعدوا معنا، بينما آيز بيكون قرفان تماما وبيكونوا آريا وآيزس مصدومين. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم 13 من حكاية آريا. الأحداث بلشت تشتعل وكل شي رح يلعب بعضه، فخليكم عن جد مستعدين للمقطع القادم. بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونارا.